واحد من المشاريع الصناعية المتوسطة والناجحة جدا والمربحة للغاية إن شاء الله، لأن المشروع ده قادر على تحقيق أرباح ضخمة جدا في أسرع وقت ممكن، وده لأن دورة رأس المال سريعة والمنتجات النهائية يكثر عليها الطلب من جميع شرائح وفئات المجتمع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أعزائي مشاهدي قناة نشر كل يوم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو أو كل مشروع أول بأول. لو عندك أي استفسار بترسلنا في التعليقات، كمان لو عندك فكرة مشروع جديد مش موجود على القناة أتمنى ترسلني في التعليقات وإن شاء الله يكون موجود على القناة في أقرب وقت. مشروع النهاردة عبارة عن مشروع خط إنتاج بسكوت الويفر بكل أنواعه، سواء كان البسكوت سادة أو بسكوت بالشوكولاتة. يعني حد يقول لي اي نوع انواع البسكوت اقول لك ايوه، عشان خط الانتاج بتاع النهاردة بيعمل اي شكل او اي فورمة او اي تصميم لاي نوع بسكوت حضرتك محتاجه، ودي ميزة كبيرة جدا في خط النهاردة، وميزة كبيرة كمان في الشركة الموردة لهذا الخط خط الانتاج. المصنع المستهدف اقامته هو مصنع بسكوت ويفر بطاقة انتاجية تصل الى 2 طن في اليوم الواحد. طبعا احنا مش هنبدأ في البداية بهذه الكمية، لكن ان شاء الله في مراحل تطوير ممكن تصل الى هذه الكمية. انا ان شاء الله في صندوق الوصف هسيب لك ارقام للشركة الموردة لهذه الخطوط. نبدأ باقل خط ان شاء الله، وفيما بعد ممكن نطور المراحل الانتاجية بتاعتنا الى ان نصل الى هذه الانتاجية. هرد شاء الله نتكلم من خلال هذا المشروع على مساحة مشروع مصنع بسكوت ويفر والمعدات اللازمة والتجهيزات وخط التعبئة والتغليف والعمالة المطلوبة، وفينا نتكلم على التسويق بالنسبة لهذا المنتج. خط الانتاج عندنا في منه نوعين، وهو خط انتاج الويفر الخاص بالبسكوت. في منه نوعين، في خط انتاج ويفر بيعمل بالكهرباء، وفي خط انتاج بيعمل بالغاز الطبيعي، وده طبعا بيكون بناء على طلب العميل من الشركة المصنعة الخط اللي انت محتاجه. بالنسبة لمساحة المصنع، مصنع بسكويت ويفر تاج المصنع الى مساحة تقدر بنحو 13 متر طول، 8 متر عرض، و3.5 متر ارتفاع، ولا يجب ان تقل هذه المساحة عند الارقام المذكورة عشان تستوعب جميع الالات اللازمة للمشروع. كمان يجب تزويد المصنع بكهرباء 380 قدرة 80 حصان بالكهرباء، لان سحب الالات هنا 50 كيلو كهرباء في الساعة الواحدة. اما في حالة الغاز بنحتاج 8 انابيب كبيرة، وده استهلاك يوم كامل. كمان يجب تزويد المصنع بالمصادر الاخرى الخدمية زي المياه والصرف الصحي. بالنسبة للعمال اللي محتاجينها في هذا المشروع، العمال المطلوبة محتاجين من 4 إلى 6 عمال عشان يراقبوا خط الانتاج ويشرفوا عليه، كمان عشان يراقبوا سير تصنيع المنتج. لو اتكلمنا على المواد الاولية لهذا المشروع، عندنا الخامات الاساسية وهي الدقيق واللبن والسكر، اما الخامات المساعدة وهي الكريمة والمواد الحافظة والتخمير ومواد للتعبئة. بالنسبة لمعدات مشروع مصنع بسكويت ويفر، رقم 1 فرن مزود ب 27 قالب، كمان يجب ان يكون مزود بهيكل معدني يحافظ على الحرارة ونظام تغذية للعجين وشاشة للفحص. حالة الفرن دي بيكون ليها مواصفات خاصة، فعندنا في فرن 18 قالب بيعمل في اليوم انتاج 450 كيلو بسكوت، كمان عندنا فرن 24 قالب بيعمل لنا في اليوم الواحد 650 كيلو بسكوت، وعندنا فرن 30 قالب بيطلع لنا في اليوم الواحد طن بسكوت، كمان عندنا فرن انتاجية 36 قالب بيطلع لنا طن ونص بسكوت. طبعا مواصفات الفرن حضرتك انت بتختاره، سواء 18 قالب او 24 قالب او 30 قالب او 36 قالب. حاجة تانية جهاز تجميع، وده عبارة عن جهاز مصمم لجمع القطع اللي بيتم خبزها تمهيدا لوصولها للمرحلة التالية. حاجة التالتة جهاز تبريد، يعمل على تبريد القطع اوتوماتيكيا بعد استلامها من جهاز التجميع. حاجة اللي بعد كده جهاز الاختبار، بعد انتهاء مرحلة التبريد يجب عمل اختبار للجودة بالاضافة الى مخزن بحجم مناسب وده لتخزين المواد الخام، ومخزن اخر لتخزين البسكويت بعد عملية التصنيع. كمان يجب يكون عندك ماكينة للتعبئة والتغليف، وكمان عدد من السيارات لها صندوق خلفي، وده عشان يتم التسويق وتوصيل البسكويت او المنتج من خلالها، وعدد من طفايات الحريق. بالنسبة لمراحل ودورة الانتاج، رقم 1 استلام الخامات، يجب فحص الخامات جيدا من اي تلف، وده للحفاظ على جودة المنتج وتخزينها في اماكن مخصصة بعيدا عن المياه والشمس. الحاجة التانية خلط الخامات، في هذه المرحلة بيتم من خلالها طحن دقيق مع الماء، وبالتالي تبدأ ذراته في الانتفاخ، من الممكن تقسيمه الى 3 انواع من خلال تحضير الكريمة. بعد كده نبدأ في العجين، ويتم العجن مرة واحدة من خلال وضع كل المكونات داخل العجانة. تحضير العجين بيتم من خلال مرحلتين متتاليتين، وده بيتم بوضع المواد الدسمة داخل العجانة مع إضافة السوائل إليه زي الحليب والماء، وبعد الانتهاء من العجن بيتم الرق من خلال أسطوانات تتسم بسرعة الفائقة. كمان بيتم استخدام قطاعات وقوالب مختلفة في الأحجام والشكل
منها عمودي ومنها افقي مع انواع اخرى ده بيتم تحديدها من خلال العجينه المرغوب تشكيلها. حاجة الثالثه خبيز البسكويت. في هذه المرحله مرحله الخبيز بنحتاج الى وقت معين حوالي من 15 الى 12 دقيقه تزداد او تنقص وفقا لحجم وسمك العجينه. يتم خبز العجينه في حوالي درجه حراره معينه ما بين 150 الى 250 درجه مئويه. الحاجه الرابعه حشو الكريمه، ودي عباره عن جهاز مزود بخزان بيحتوي على الكريم او الشوكولاته اللي بتستخدم فيه طلاء سطح البسكويت الويفر ويحافظ هذا الخزان على درجه حراره الكريم او الشوكولاته. الحاجه الخامسه التبريد. في هذه المرحله بيتم خروج البسكويت من الفرن وتكون درجه حرارته عاليه الى ان تصل درجة رطوبته ما بين 3.5 و7%، وده بيتوقف على مدى سماكة حجمه وضخامته. بيحتاج الى التعرض لعملية التبريد، وده علشان يكون جاهز لمرحلة التعبئة والتغليف. الحاجة السادسة الاختبار. بعد انتهاء مرحلة التبريد بيجب عمل اختبار للجودة للمنتجات بتاعتنا. الحاجة السابعة التعبئة، ودي اخر مرحلة بيتم بعد عملية التبريد. في هذه المرحلة بتتطلب استخدام مواد متخصصة واللي بتمنع وصول الرطوبة اليه زي ورق الالومنيوم. هنتكلم على تسويق منتج النهاردة، منتج البسكوت او الويفر. طبعا زي ما حضراتكم عارفين مش محتاج تسويق، المنتج بيسوى نفسه بنفسه. هتسوى فيه جميع المحلات التجارية سوبر ماركت اللي بتبيع المواد الاستهلاكية، سواء وزعت تجار الجملة او تجار البيع بالتجزية او سوبر ماركت او محلات البقالة. كمان لو المنتج بتاع النهاردة منتج عالي الجودة، وطبعا المنتج هتطلع منتج عالي الجودة او المكونات اللي انت هتضيفها مكونات عالية الجودة، هيكون عندك امكانية او فرصة ان انت تصدر المنتج بتاعك للخارج بكميات كبيرة وكميات تجارية. فحاول ان انت تختار اسم المنتج يكون اسم مميز، وتحاول تصمم الغلاف الخاص بالشكل اللي انت هتكيس به المنتج، تحاول تصممه. كمان الطباعة والاستيكر الخاصة بأغلفة البسكوت تكون بطريقة احترافية، تكون بشكل جذاب. تحاول تعمل دعاية واعلان على بعض القنوات وكمان على المواقع التواصل الاجتماعي، وتحاول انت تراسل شركات في الخارج عشان تبين ليهم المنتج بتاعك، وتحاول كمان تبعتهم عينات لو امكن. اما بالنسبة لأسعار الماكينات، طبعا الاسعار متغيرة بشكل كبير، وانا هسيب لك في صندوق الوصف ارقام التواصل مع العملاء سواء داخل مصر او خارج مصر، تقدر تتواصل معهم وقت مشاهدتك للفيديو عشان تعرف الاسعار في نفس الفترة اللي انت شفت فيها الفيديو. ده كان فيديو النهاردة اعزائي المشاهدين من المشاريع اللي طلبت كتير على القناة، والحقيقة انا اتأخرت ان انا اعمله. شو من المشاريع المربحة جدا ومن المشاريع